اذا الوحش يظهر من جديد في ظهور لنهلة سامح عبد القادر وشروق محمد فؤاد وندى وليد واي حمدي الشامي، وامامنا هنا نرمين المنشاوي وشروق محمد فؤاد ومايا ممدوح وسارة امين، وقلنا نرمين المنشاوي وقلنا آية الشامي وكمان مروة مجدي وناتاليا فرنانديز المحترفة البرازيلية في تشكيلة النادي الأهلي في هذا الموسم، ومي غزال وملك مرجان وسلمى سعد وفريدة الحناوي وآيات ياسين اللي ما شاركتش النهارده في هذه المباراة رغم انها كانت في السكور بتاع المباراة، وأيضا الغائبات بتاع المشاركة في الكرة الطائرة الشاطئية دعاء الغباشي واللاعيبة طبعا فريدة العسقلاني وكل اللاعبات حتى اللي بره المباراه وما جوش مع الفرقه، رحمه حسن المهندس ودانا شوقي البصير الثالث في تشكيله نادي الاهلي، وتحيه تحيه لكل لاعبات النادي الاهلي، وننتظر رفع الكاس باللقب والذهب. الدكتور سامح حمدي المسؤول عن اللجنه التي تدير الاتحاد المصري للكره الطائره واحد ابناء النادي الاهلي بالتاكيد يسلم نجمة الذهب وفتاة الذهب الأسطورة الحية في عالم الكرة الطائرة النسوية المصرية والأهلوية نهلة سامح عبد القادر. يا ما شالت يا ما شالت، ده اللقب ال 17 في الكاس زي ما عندها 17 لقب بلقب هذا الموسم في الدوري، قصة أهلوية في عالم الكرة الطائرة النسوية المصرية والأهلوية والعربية والإفريقية والعالمية، والأهلي الأكثر من يتوج بالألقاب في العالم رجال وسيدات. مبروك للنادي الأهلي ونجمات النادي الأهلي، الصورة الجميلة الكأس للناس بعينها، الكأس لأهل الصفوة، الكأس للنادي الأهلي وفتيات الذهب، فتيات النادي الأهلي الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، واللقب في الجزيرة قلناها من بدري، تعبنا شوية في المباراة لكن في الأخير حسم الأمر واللقب للكبير اللي دايما بيشيل التقيل. مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي العظيم ومجلس إدارته والكابتن محمود الخطيب، وننتظر بإذن الله تتويجات كثيرة في الفترة القادمة. شكرا لكم، تحياتي محمد عفيفي، نعود من جديد للأسود التحليلي الكابتن هيثم السعيد الكابتن إنجي شامي والكابتن ندى أيمن، إلى اللقاء مع فرحة جديدة أهلاوي. شكرا معلقنا الكابتن محمد عفيفي. إذن الأهلي البطل، ألف مليون مبروك، اللقب 34 في تاريخه ككأس مصر للسيدات، ألف مليون مبروك كل الفرقة الحقيقة ديتوا اللي عليكم، والأهلي يستحق الكثير صدقوني والله، الأهلي يستحق الكثير والكثير، هذه المنظومة والمؤسسة الكبيرة من جهد وتفاني، وزي ما حضراتكم شايفين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ محمد الجرحي موجود كمان في الملعب، يعني الحقيقة كل أعضاء مجلس الإدارة بيدعموا الفرقة، يعني في الفرقة دي وفي ثقة حتى أثناء المباراة وإحنا متأخرين كان عندنا ثقة الفرقة دي تكسب، ألف مليون مبروك، النادي الأهلي يستحق المزيد والمزيد من المكسب، اللحظات دي جميلة جدا جدا يعني فرحة اللاعبات، وبيكون المكسب جميل حتى بعد ما تكسب بعد عناء، لحظات هيفضل يعني يفضلوا يفتكروها سنين، خاصة إن كانت في ظروف صعبة وموسم استثنائي كان في توقفات كتير جدا جدا تأثر على أي فرقة في الدنيا، ولكن كانوا هم عند الموعد وفازوا بالدوري والكأس الثنائية إن شاء الله، والسنة الجاية لما تتحسن الأمور إن شاء الله أكيد هيبقى دوري وكأس وأفريقيا بإذن الله. شكرا لكل اللاعبين الحقيقة أدوا اللي عليهم، منظر جميل، وما ننساش نشكر الدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد الحقيقة أصر على استكمال الموسم بالشكل الجميل ده، ونشكر كمان المسؤولين عن صالة الشركة الشرقية زي ما زميلنا محمد عفيف وضح لنا على استضافة هذه المباراة بالشكل الجميل ده، نشكرهم أكيد، وبنشكر كل من ساهم في إخراج المباراة بالشكل ده، ألف مليون مبروك، هو ده النادي الأهلي، النادي الأهلي يستحق الكثير زي ما بقول لحضراتكم، وجمهوره لا يشبع بطولات، وكما عودنا النادي الأهلي هيكون عند المكان وعند الزمان.